السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو ما بيردش عليا ليه؟ أكيد في حاجة، أكيد اتفق مع الخصم عليا، أكيد ما راحش الجلسة، أكيد ما قدمش المستندات. ده الكلام والظنون والشكوك اللي بتدور في دماغ أي موكل لما بعض الأساتذة المحامين ما يردوش على التليفونات، وخاصة لما يكون منتظر حكم. الموكل ملهوف، الموكل وصاحب القضية ملهوف، عاوز يعرف خبر حتى لو خبر مش في مصلحته. على فرض انك خسرت القضية، مفيش مشكلة، رد عليه في التليفون وقول له خسرنا القضية عشان 1 2 3. الكلام ده لو كنا جبنا الحكم. ما جبناش الحكم، نقول له انتظر، نرد عليه انتظر، احنا هنجيب الحكم ونشوف الحيثيات والأسباب اللي المحكمة بنت عليها الحكم، وهنبدأ نعمل استئناف ونرد على حيثيات وأسباب الحكم. موقف القانوني ضعيف، نقول له موقفك القانوني ضعيف، وإحنا عملنا كل الإمكانيات والإجراءات اللي تمكننا من إن إحنا نحسن موقفك قانوني إلى حد ما. إنما أتجاهل الموكل وما ردش عليه وقول اصلا انا ما عنديش جديد، هيبتدي الموكل دماغه تشتغل ويقول ده اتفق مع الخصم عليا، ده ما راحش، ده ما قدمش المستندات. وحق الموكل عليا انه لما يتصل بي في اي وقت، لان المحامي شأنه شأن الدكتور، ممكن الموكل يكون عنده اي ظرف، اي مشكلة، فحتى انسانيا بلاش مهنيا، انسانيا لما تلاقي حد بيكلمك في وقت متأخر ايا كان رد عليه، لانه ممكن يكون عنده مشكلة كبيرة وعاوز استشيرك فيها. عنده مشكلة لو حضرتك ما ردتش عليها ممكن تتحول المشكلة لجريمة. اذا ردك على التليفون واجابتك للموكل في وقته بيخفف من وطء المشكلة شوية، ممكن بتريحه ان انت تقول له كلمة تطمنه. انما للأسف البعض من الأساتذة بيتجاهل اتصالات الموكلين، وده يعني بيدي انطباع سيء عن البعض. فياريت الموكل له حق عليك، لازم ترد عليه، لازم تفهمه، لازم توضح له، لأن هو جاي لك عشان تساعده، هو جاي لك عشان تساعده. لو هو يعرف يساعد نفسه او كان راح لحد تاني ما كانش جالك، هو جالك عشان تساعده. فاذا كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. ويعني اعتبر ردك على التليفون الموكل نوع من تفريج الكرة. ودمتم في رعاية الله وامني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.